خطر ببالي فكرة إنه كل إنسان أحياناً بيجي هدية، بيجي مثلاً عنده شغلة اشتراها وندم عليها، أو تغير ديكور بيته، أو مثلاً يعني شغلة كان بحاجة إلها وما عاد إلها فائدة منها، عم يحطها ويخزنها وما في داعي إلها. أنا فكرت إنه ليش ما نعرضها بهيك بازار؟ كل إنسان بجوز أنت تحب هالشغلة أنا ما عاد بدي إياها، بس أنت بحاجة إلها وبسعر أدنى من السعر الطبيعي لكل إنسان يستفاد، حتى بيقدر كمان يقدم بضاعة يحطها وأنا ما بدي أدفع بس حأخذ بدالة بقيمتها. بس نحن حبيت يكون المبلغ أقل من العادي جدا للتصريف ولخدمة المرأة إنه تستفيد، يعني فرصة تستفيد من أي قطعة على بالها جعبالها. كان يلي متميز بمعرضنا روح الوحدة اللي كانت بين الفريق، كانت كتير حلوة. يعني أنا شعرت إنه نحن قدرنا نعمل كفريق عمل أو كأسرة متعاونة، قدرنا نعمل شيء من المحبة، من الدعم النفسي، بنفس الوقت اللي قدمنا فيه المكان هذا بشكل مجاني لتقدر تعرض الشيء اللي عم تقدر تنتجه بهالغربة يعني. فنحن بنتمنى إنه هذا الشيء يصير، يعني نقدر نطوره وشهريا نخصص يوم أو يومين، ويعني إن شاء الله يكون في خير.